وايد خيارات شلون نختار المضمضة اللي تفيدنا. في أكثر من نوع. أول نوع مفيد للثة، يحارب البكتيريا، مثل شنو؟ مثل الاسترين. في شركات ثانية كولجيت جام، هذيلي فيهم مواد حارب البكتيريا فتفيد للثة، ممكن تحارب رائحة الفم الكريهة. بس دائما اختاروا اللي ما في الكحول، زيرو الكحول. في انواع معاها كحول، الكحول ينشف الفم فيضر بدال لا ينفع. النوع الثاني اللي فيه فلورايد، مثل شنو؟ مثل كولجيت انامل، مثل كريست، هذيلي فيهم نسبة فلورايد، فاللي عندهم نسبة تسوسات عالية ننصحهم انه يستخدمونه. والنوع الثالث هو المبيض وايت. في الاسترين ممكن شركات ثانية، المبيضة ما ننصح ان نستخدمها. في أبحاث شافت انه ما يفيد أغلب الشركات، وحتى اللي يفيد بعد فترة ممكن يضر طبقة المينا، فما ننصح باستخدامه. إذا تبون تبيضون أسنانكم روحوا عند طبيب الأسنان، ما تشوفون شيء.